يبدو أن هذا اليوم يا فارس هو يوم غير عادي، لا ظباء ولا حتى أرانب. لربما وفقنا بصيد ما. فارس، نجا، عهدي بك على استعداد الدائم، فلأنت كذلك هذا اليوم. هل عدت إلى صوابك واعتبرت لعبة الرمح والحلقة رياضة فحسب لا تحديا أو مبارزة؟ إن لم يسبق التحدي كل مبارزة فلا طعم لها. أنصحك بعدم التحدي قبيل كل مباراة، لأنك الخاسر دائما. لماذا تنظر إلي هكذا؟ ستعرف حالما تنتهي المبارزة. ما به نصر؟ كالعادة. دعك منه ولنتهيأ للمبارزة. وأنت أيضا تسميها مبارزة؟ كما يحلو لنصر أن يطلق عليها. متأكد أنت مما تقوله؟ أجل أيها الأمير. رأيتهم بأم العين أطبقوا عليه واقتادوه أسيرا، ولو لم يعتقدوني ميتا ما أفلتت من قبضتهم، وما إن ولوا حتى اعتليت صحوة جوادي وطرت إليكم بالنبأ. تظن أنهم عرفوا؟ لا، ما الذي يجعلك ترجح ذلك مع أنهم أبقوا عليه واقتلوه أسيرا في حين قتلوا الباقين جميعا كما تقول؟ لم نكن في عداد قافلة مسافرين، كنا نصطاد، وصودف مرورنا في ذلك الوادي الضيق لحظة التعدي على الوزل. يبدو لي أنهم فضلوا أن يأسروه لاعتقادهم أنه أحد أمرائنا لما ظهر منه من شجاعة وإقدام. قتلنا كثر، لا بأس يا أرقش، لا بأس.
لنا معك موعد قريب إن شاء الله. أرسل من يتولى دفن شهدائنا وخذ فارس إلى الطبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ليبقى ابن مغيث ونصر ونجا. يبدو أن أمر الذبال قد أقلق راحة الأمير. أغار رجال الأرقش على قافلة من المسافرين العزل. الخسائر. هون عليك أيها الأمير، سيكون ردنا كما تحب وتشتهي. قد أسروا أخاك المنذر. يقول رجالنا إنك لم تكن في عداد القافلة المتجهة إلينا، وقد قدمت إلى المعركة من ناحية أخرى شاهرا سيفك مقاتلا. بل كنت في عداد القافلة ولكني تأخرت عنها لبعض شؤوني. اعترف يا هذا، فالصدق ينجيك. قد قلت لكم كل شيء، ماذا تريدون بعد؟ حقيقتك، من أنت؟ من تكون؟ صرحت لكم باسمي ومهنتي. كاذب. أنت كاذب. ثم ما يدرينا أن اسمك ميمون؟ دلوني على طريقة أثبت فيها لكم اسمي. حسنا، لنفرض أننا صدقنا أن اسمك ميمون، ولكن ما لا نصدقه ادعاؤك بأنك تاجر. أنا تاجر وحسب. ولكن قيافتك وزينتك تدلان على عكس ذلك، تدلان على أنك ابن نعمة ومن علية قومك. التاجر أيضا صاحب نعمة. لقد قتلت رجالنا بشراسة منقطعة النظير، قتلت العديد منهم قبل أن يأسروك. أفيكون التاجر فارسا يجيد ركوب الخيل والرماية أيضا؟ ما من مسلم إلا ويجيد الرماية وركوب الخيل، جنديا كان أم تاجرا أم أميرا. وقف كلكم هكذا، منتصرا أحدكم أم مهزوما، آسرا أم مأسورا، أنا أعرفكم. وتسمي الجرأة وقاحة، ماذا تسمي الجبن إذن؟ فيك جرأة لأن ترد علي؟ تعرف عملك؟ هذا رأيك يا ابن مغيث؟ أجل أيها الأمير، لابد من تأديب الأرقش لئلا يعود إلى مثلها مرة ثانية. هي المرة الأولى. كم مرة اجتحنا تلك البلدة وخلصناها ومنعنا الأرقش من ظلم قومه؟
ألم يهرب في كل مرة هو ورجاله إلى الكهوف والوعر من الجبال؟ بلى. وها هو كلما وجد متنفسا عاد مع جماعاته الخارجين على كل قانون وعرف، فاستولوا على البلدة وبدأوا بنصب الكمائن وقطع الطرق والإغارة على قوافل المسافرين العزل من قومنا. لست أدري ما يدور بخاطر الأمير، هل نترك الحبل على غاربه دون أن نرد له صاع صاعي؟ لا يا ابن مغيث، لا، ولكن ليس الآن. ليس الآن؟ ومتى أيها الأمير؟ على أن أنجز أمرا تتحدث به الأقطار كلها. لست أدري ما يدور بخاطر الأمير. أريد فارسا مغوارا يدخل إلى تلك البلدة متنكرا على أنه واحد من رعاياها، ثم يعمد إلى حيلة ينقذ بها المنذر من أسرهم. من أين لنا بمثل هذا الفارس أيها الأمير؟ نصر، ماذا تقول يا ابن مغيث؟ لا لا، لست أدري ماذا أقول أيها الأمير. أهدي بك شجاعا إقداما وذا حزم يا ابن مغيث. لن أخيب أمل الأمير إن شاء الله، إنما يبدو أن المهمة صعبة على ولد نصر. ماذا تقول أنت يا نصر؟ أطال الله بقاء الأمير، فإن أنت أمرت فما علي إلا التنفيذ، ولكن أخاف أن أفشل في هذه المهمة فأكون سببا في تعرض منذر للمكروه لا سمح الله. أباك أسماك هزيمة بدل نصر. أيأذن لنا سيدي الأمير؟ أنا لها أيها الأمير. أنا فكل صعب يهون في سبيل نجاة أخي من بين أيدي أولئك القراصنة. لا يا ولدي، لا، لا أريد أن أصاب باثنين. أنا على ثقة من فشل أي من الذين قد تنتدبهم غيري. وما الذي يجعلك تحكم بالفشل على غيرك؟ أيها الأمير، الدافع هو سبيل النجاح والمنذر أخي، لذا فدافعي سيكون أقوى مما هو عند الآخرين، وبذلك سيكون حرصي على إنقاذه أعظم من حرص غيري. بوركت يا نجاة ولدي، بوركت. تأكد يا أبي لأني لن أوفر جهدا في سبيل عودتنا السالمين إن شاء الله. على بركة الله يا ولدي، على بركة الله.
أشكرك ثقتك الغالية. منذ فجر الغد سأمضي في طريقي إلى حصن الأرقش. أعطني الصوت يا دباس. لماذا؟ أساعدك في جلده، ألا تريد أن ترتاح؟ لا لم أتعب، دعه لي. أنت توجعه كثيرا يا دباس. ماذا تعني يا حارث؟ تعال، أريد محادثتك على انفراد. غير ممكن، نبأ وكأنه نسج خيال. كلنا يدرك أنه بمثابة الكارثة، ولكنه حقيقة واقعة يا سيدتي. المنذر أسير، وبين يدي من؟ الأرقش ورجاله، أولئك النكدين المشؤومين من فلول العصابات والشطار وقطاع الطرق. لقد أصبحوا من القوة والتنظيم بحيث أنهم أطلقوا على أنفسهم الألقاب وكأنهم جيش منظم. أين الأمير يا ميمونة؟ في الديوان، مجتمع إلى ابن مغيث وابن عامر وبعض القادة. قولي لياقوت أن يبلغ الأمير بأني أود مقابلته. حاضر يا سيدتي. منذ متى وأنت تعامل هذا السجين هكذا؟ منذ اللحظة الأولى التي أدخل فيها الزنزانة وأنا أكيل له. دباس، نحن صديقان منذ أكثر من 10 سنوات. ماذا تقصد يا حارث؟ تذكرني بسني صداقتنا. نحن صديقان حليمان، بل أخوان. لذلك لا تتغابى واصدقني القول. وهل عهدتني كاذبا؟ لم أفهم مرادك. بل فهمت، أنت تراوغ، وهذه أول مرة تراوغ فيها صديقك الحارث مذ تعرفنا. أنت تعامل هذا الأسير برأفة متناهية، وسعيت لدقة بأن يجعلك القائم عليه، وقد تحقق لك ذلك. صحيح، سعيت لأكون القائم عليه. منذ اليوم الأول وحتى الآن لم يتلقى هذا الأسير ضربة صوت من صياتك اللاذعة، وعهدي بك أن ضربة واحدة كافية لأن يغمى على الذي بين يديك. حارث، كنت تراقبني؟ في هذا فقط، وأحسبك قد استنطقته منفرداً، فباح لك بما جعلك تأخذه بالرأفة واللين. لم يضف شيئاً على ما قاله في كلامه الأول. إنه تاجر ويدعى ميمون. أيها الغبي، لماذا أنت مرتاب بي؟ أهذه أول مرة
يفضي بها أحدنا للآخر. مما أنت خائف؟ أنا الحارث أيها الأحمق، فصارحني بما عندك. صدقني لا شيء، لا أخفي عنك شيئا، ولكن هناك شعور غريب انتابني لحظة وقع نظري على ذلك الشاب، فرق له قلبي ولم أشأ أن أعذبه أو أؤذيه. هذا هو السبب؟ إن كنت ما زلت تثق بي ستصدقني. حسناً، انسى ما جرى بيننا الآن، فإني أصدقك. حارث، يبدو أننا لم نعد صديقين حميمين كسابق عهدنا. ألم أقل لك أنك غبي؟ الغبي من يخفي أمرا عن الآخر وقد ظن أنه قد نجح في ذلك. ماذا تقصد يا دباس؟ أنت الذي يخفي ولست أنا. لا تتكلم بالألغاز يا دباس، بدت أعرف الكثير مما يجول في خاطرك، ولكن للأسف أنت ما زلت حذرا مني رغم السنين العشر التي تحدثت عنها. بعد أن اكتشفت رأفتي بالأسير حاولت أن تكتشف ميولي ونواياي، علك تجد عندي ما يرضي هواك فتطلعني على سر تدفنه في صدرك، ولكن عندما اعتقدت أني أخفي عنك ارتبت بي وأمسكت عن البوح بأنك ضد الأرقش. هل جننت؟ اخفض صوتك، اهدأ. ليلة الغد نلتقي في المنتدى. لماذا أنت غاضب هكذا يا أبي؟ أو تسألني أيها الجبان؟ ألا تخجل من نفسك؟ وتنعتني بالجبن أيضا. وبماذا تريدني أن أنعتك؟ بماذا؟ بالفروسية والشجاعة والإقدام؟ كم تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعني عندما تمنى الأمير لو أني أسميتك هزيمة بدل نصر. أنت بررت له هذه الإهانة؟ أنا أيها الجبان؟ أجل أنت، أنا كنت أريد بل كنت أتمنى تنفيذ هذه المهمة. ولكنك قطعت علي الطريق، سددت أمامي كل النوافذ. ألم تقل له إن هذه المهمة هي فوق طاقة ولدي نصر؟ فكيف أخالفك وأعارضك وأنت ثقته ويده اليمنى؟ اسكت اسكت اسكت. لقد ضعت علي فرصة إثبات شهامتي وفروسيتي وشجاعتي أمام الأمير عبد الرحمن. حتى انبرى نجا لتلك المهمة وأنا الذي كنت أستبعد إقدامه. أيها الأحمق، لا تنسب لنفسك ما ليس فيك. كيف تريد مني أن أتعهد أمام الأمير بأنك كفء لتلك المهمة؟ هل تقارن نفسك بنجا أيها الأبلة؟ حتى أنت يخدعك نجا بادعاء الفروسية والشجاعة. المخدوع هو أنت وليس أنا، مع كل أسف هذه هي الحقيقة. لكم تمنيت أن تكون تلك الصفات الجميلة في ولدي أنا وليس في ذلك.
نجا 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 كتب علي ناشقة بسببه. إن منطقة الصغور لا تحتمل كلينا. ما هكذا يكون الوداع يا ريم؟ وكيف يكون يا نجا؟ بالابتسام؟ بالفرحة؟ تسعى إلى الهلاك بملء إرادتك وتستكثر علي الدمع، أو أترك أخي أسيرا يا ريم؟ الله وحده يعلم ما يعانيه الآن من التعذيب، هذا إذا كان ما يزال على قيد الحياة. كل ما يتضرع إلى الله تعالى أن يفك ضيقه ويعيده سالما إلينا. أما أن تلقى أنت المصير نفسه، هذا ما لا نطيقه يا نجا. ولماذا تحكمين علي بالفشل يا ريم؟ المهمة صعبة يا نجا، صعبة بل مستحيلة. تحطين من عزيمتي وتسدين أمامي سبل النجاح، وكأنك تشبهين مهمتي بالسعي وراء السماء. معاذ الله أن أحط من عزيمتك. ولو أن سعيك كان وراء سراب لهان الأمر، لأن لا مخافة عليك في ذلك. إنما ذهابك إلى حصن الأرقش لإنقاذ أسير لهو الخطر بعينه. ما كان أغناك عن التنطح لهذه المهمة؟ ما كان أغناك وأغنانا؟ ادعي لي يا ريم. خذ هذه يا نجا، ضعها حول عنقك فتتذكرني دائما. وهل تغيبين لحظة عن خاطري يا ريم حتى تكون هذه السلسلة سبيل تذكيري؟ برعاية الله يا نجا. علينا كثيرا أيها الطبيب الحراني. ما إن أرسلتم في إثري حتى أتيت أسعى لرؤية الأمير يا ميمونة. أقصد أنك تأخرت في دمشق وأطلت الغياب. من يزور دمشق قلبه لا يطاوعه على مفارقتها، ولكن للأمير منزلة رفيعة في أنفسنا، وهو فوق ذلك له علينا يد بيضاء. إنه يكن لك كل الخير أيها الطبيب. إنها الثقة المتبادلة بين الأمير وطبيبه. ولكن قولي لي، ما الحكاية ومما يعاني الأمير؟ ألست آتياً لرؤيته؟ بلى، ولكن قلقي عليه دفعني لاستعجال معرفة حاله. لا أعرف ماذا أقول لك أيها الطبيب، إنه متوتر ومغموم. والسبب؟ رجال الأرقش أسر ولده المنذر. المنذر في الأسر؟ متى أسر وكيف؟ إنها حكاية طويلة وأخاف أن تتأخر عليه. هيا هيا ادخل، إنه بانتظارك.
لا شهية لي للطعام. على الأمير أن يغصب نفسه ويأكل، فالغذاء ضروري في مثل حالتك. وهل حالتي تدعو إلى هذا القدر من القلق أيها الطبيب؟ عفوا أيها الأمير، ما قصدت التهويل، إنما أردت الاهتمام من جانبك. يبدو لي أنك تهمل نفسك. شكرا على النصيحة أيها الطبيب، وشكرا لأنك لم تصف لي دواء هذه المرة. الواقع إن حالتك لا تحتاج إلى الدواء، المهم أن تخلد إلى الراحة وتقبل على الطعام. يكون خيرا إن شاء الله. هل من أوامر أخرى؟ بارك الله بك أيها الطبيب الصديق. عن إذنك. في رعاية الله وحفظه. خير إن شاء الله. هل وصفت له الدواء؟ لا. لا؟ لو تصف له الدواء فيواظب يقوت على إعطائه إياه كالعادة فيرتاح. ميمونة، ها؟ طالما أنك تعرفين في الطب فلماذا تكبدت المشقة وأرسلت ورائي؟ عفوا أيها الطبيب، أنا آسفة، فقد تدخلت بما لا أفقه فيه. لا بأس، لا بأس يا ميمونة، أعرف أنك في لهفة على الأمير، ولكنه بصحة جيدة والحمد لله. الحمد لله. مع السلامة. لم يزد يا سيدي على أن اسمه ميمون، وأنه كان في عداد القافلة المتجهة إلينا سعيا وراء تجارة. وهل كان معه بضائع يتجر بها؟ لا، لكنه ادعى أنه كان في طريقه لشرائها. ومن أين يشتريها؟ من عندنا؟ ربما سيدي، لقد أصاب بضعة من رجالنا. كان مسلحا إذن، وفي غاية الجرأة والوقاحة. لا أظنه يا سيدي إلا من علية قومه. هيا الآن يا قطن، فمهما يكن من أمر هذا الأسير فلا شك أن أمير الثغور عبد الرحمن في غليان بسبب الغارة التي استهدفتهم. هيا هيا. عفوا يا سيدي. ماذا بعد يا قطن؟ ما زلت في ريب بشأن ذلك الأسير. يا قطن تصرف، هو لك، أبذل جهدك في معرفة أمره. هيا. ما زلت خجلة، وهذا حق لك، فهذه أول مرة تقفين فيها بين يدي صاحب هذه البلدة وصاحب الأمر والنهي فيها. ولكن لا أريدك أن تخجلي، لا أريدك أن تحسي برهبة الوقوف بين يدي. اعتبريني إنسانا عاديا متصرف على هذا الأساس.
حاشا أن أخاطبك كما لو أني أخاطب رجلا عاديا، وأنت صاحب الأمر والنهي يا سيدي. انسي 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 كلمة سيدي، انسيها ولنتكلم في المهم. وما هو المهم؟ أنا حتى الآن لم أعرف سبب وجودي هنا. السعد. السعد؟ السعد، السعد الذي ألقى برحاله بين يديك منتظرا الإشارة منهما. عفوا سيدي، لم أفهم معنى كلمة السعد. ألم نتفق على إلغاء عبارات التبجيل والاحترام؟ الأرقش فقط، الأرقش بدون ألقاب. سأجعلك سيدة هذا الحصن، سأجعلك أنت الآمرة الناهية. لا لا لا، لا تستغربي، لا تستغربي. طبعا من حقك أن تستغربي ما يبدو من تفريطي وأنا الأرقش، ولكنني معذور، معذور أمام هاتين العينين الساحرتين. قد ملكت مني القلب والروح، لقد تملكت من وجداني. بادر إلى القبول. أقبل بماذا؟ بأن تكوني لي، بأن تكوني لي. أنا ما عدتك بأن تكوني أنت الآمرة الناهية؟ القائد قدر. طب لكم. عفوا لإزعاجكم سيدي، لكن الأمر خطير جدا. ما وراك يا قطن؟ اختصر اختصر. إنها يا سيدي رسالة من أصدقائنا في ثغور. متى وصلت؟ وصلت للتو. والذي حملها يا سيدي لم يرتح لحظة واحدة خلال الطريق لما تتضمنه هذه الرسالة من أمور خطيرة. أين هو الآن؟ إنه في الباب. هل أدعوه للمثول أمامكم؟ لا لا داعي لذلك. هل قرأتها؟ لا طبعا لا يا سيدي. لم أكن أتوقع أن تكوني غبية إلى هذا الحد. وتعتبرين موقفي هذا غباء؟ وأكثر، إن مجرد أن يبتسم لك الأرقش فهذا كاف لأن ترتمي عند قدميه. تصدقين؟ إني أرثي لحالك يا تفاحة، أرثي لحالك وأشفق عليك. اسمعي يا صغيرتي، أنت ما زلت غرة ولا تدركين شيئا. إن الذي أدعوك إليه ليس في البلدة ولا غيرها فتاة إلا وتنذر النذور للحصول عليه، فتعقلي وارجعي إلى رشدك. تزعمين أنك تدعينني إلى العز بينما أنت تدعينني إلى شيء لا أرغبه. ألا تخجلين من نفسك يا امرأة؟ الآن فهمت، لابد وأنك تحبين. قولي لي يا صغيرتي، من هو صاحب الطالع الحسن الذي تفضلينه على الأرقش لنهتم به إكراما لعينيك الجميلتين؟ أيتها الوقحة. بكير. سيدتي، اتبع تلك الفتاة الرعناء وتعرف إلى البيت الذي تقيم فيه، وحاذر أن تتوه عنها. حاضر حاضر. معقول؟ طبعا معقول. هل تعودنا خيانة من ميمونة؟ أبدا يا سيدي، ولكن ولكن ماذا؟ ألا تصدق بأن أسيرنا هو المنذر بن عبد الرحمن أمير الثغور؟ منذ البداية يا سيدي رأيت في ملامحه سمات القادة، لكن الذي يحيرني هو أمر ذلك المجنون الآتي لإنقاذه. إنه أخوه. أما قرأت الرسالة جيدا؟ طبعا طبعا. واسمه نجا. نجا، بث عيونك في البلدة كلها وخذ معك حامل الرسالة كي يتعرف إليه، وبعدها اقتل. لا أريد أن أوصيك بالحذر يا قطن.
وماذا بشأن المنذر يا سيدي؟ شدد الحراسة علي فهو صيد ثمين، ويا حبذا الإمساك بذاك المغرور الذي جاءنا يسعى برجليه فهو لا شك أثمن. وسد، أين كنت يا ابنتي؟ كنت في السوق يا أبي. حتى هذا الوقت؟ على هذا لابد وأنك اشتريت السوق بكامله. ابن عمك جاء مرتين وسأل عنك. الحارث؟ وهل عندك ابن عم غيره بعد أن قتل الأرقش أخاه نهشل؟ أرجوك يا أبي، إن للجدران أذانا هذه الأيام. وسام يا ابنتي، ما بك؟ منذ دخولك وأنا أحس أن أمرا ذا بال قد شتت ذهنك وأهمك. لا يا أبي لا، إني لا أشكو شيئا، على العكس أنا في أحسن حال. وسام يا ابنتي، ألا تظنين أن شعور الأب يخيب، وخصوصا أنا الذي كان لك الأب والأم منذ وفاة والدتك وأنت طفلة صغيرة تحبو؟ بل أكاد أجزم أني أعرف ابنتي وسن أكثر مما تعرف هي نفسها، لذا لا داعي لأن تخفي عني شيئا. ماذا هناك؟ هل من خلاف دب بينك وبين ابن عمك الحارث؟ أبدا. إذن ما الأمر؟ أخبريني. هناك الكثير يا أبي، وسأقص عليك كل شيء. حسنا، إني مصغ وباهتمام. لا ليس الآن. ليس الآن، متى إذن؟ عندما يأتي الحارث. ولماذا عندما يأتي الحارث؟ لأن الاحتمال لدي على سرد ما جرى معي مرتين. تبدو سعيدا بينما أنا أنتظر منك عقاب تلك الفتاة ثأرا لكرامتي، إنها لفتاة وقحة. يا تفاحة يا تفاحة، لقد تعودت أن يسعى الجميع لكسب رضاك والتقرب منك نظرا لما لك من حظوة عندي، فجاءت هذه الفتاة وضربت تلك الهالة التي تحيط بك وربما دون أن تعرف منزلتك عندي. لا يا سيدي، إنها ليست على هذا القدر من الغباء، وهي تعي تماما ما تفعل، ولا شك أنها تدرك مدى حظوتي عندك. ها، إذن هي جريئة وليست وقحة. أرى أن سيدي قد أخذ بها فبدأ بالمديح بدل أن يعدني بإنزال العقاب بها. يا تفاحة، نوع كهذا من الفتيات وفي مثل هذه السن تأخذه العزة بالنفس والكبرياء فيتصرف على هذا الأساس، لذلك أطلب منك أن تنسي ما بدر منها من إساءة تجاهك. لم أرى سيدي يوما يتحدث عن امرأة كما تتحدث عن تلك الفتاة. ألا يليق بمن كانت بمثل جمال وسن أن تتصرف على هذا الأساس؟ بلى، ولكن ليس على تفاحة. أنا على يقين من أنك ستغيرين رأيك وتحسنين التصرف معها، خصوصا وأن سيدك معجب بها. وهل أنت واثق من رؤيتها الثانية؟ أما جعلت عليها عينا تراقبها بعد أن خرجت؟ بلى سيدي، فلا تجزع. يا تفاحة يا تفاحة،
أنت تعرفين مدى عاطفتي نحوك ومدى المعاملة الحسنة التي تلقينها مني مقابل إخلاصك. أشكر لسيدي عاطفته الكريمة نحوي. وحتى تبقى لك تلك المنزلة عليك أن تنفذي أوامري بالدقة والأمانة المعهودتين. لن أحيد عن ذلك أبدا. لا أريد أن أسمع منك بعد اليوم أي كلمة تمس وسن. يا تفاح إن كانت قد صفعتك لا بأس تحملي. يعذرني سيدي إذا ما سألته عن سبب ذلك التساهل معها. لأن عقابها سيكون من نوع آخر. عقاب وسن يكون بإخضاعها، إنما بحنكة وذهاء. صبرا علي يا تفاحة. تعلمون أيها القادة أن رجالنا قد قاموا في الأسبوع الماضي بالإغارة على قافلة من قوافل عبد الرحمن. أجل، وعادوا بأسير منهم، التاجر ميمون. التاجر ميمون؟ إنه ليس تاجرا ولا اسمه ميمون، إنه ابن عبد الرحمن بالذات المنذر. وهل أنت متأكد من صحة ذلك أيها القائد قطر؟ طبعا أيها الحارس طبعا. وما الذي يجعلك تصدق ذلك إن كان من أحد قد بث هذه الشائعة بيننا؟ أنا على يقين من هذه المعلومات، ثم لا أستطيع أن أبوح لكم بكل ما في جعبتي من أسرار. إذن بين أيدينا صيد ثمين، والأهم منه هو ذلك الذي جمعتكم من أجله، إنه الصيد الأثمن من المنذر. ماذا تعني أيها القائد؟ المصدر عينه الذي كشف لنا هوية الأسير أبلغنا النبأ التالي، يصل اليوم أو غدا أو ربما يكون قد وصل الآن. أخو الأسير المنذر واسمه نجا. أخو المنذر؟ أجل، وقد جاء لي لنجدة أخيه وتخليصه من أسرنا. أمعقول أن يوافق أمير الثغور عبد الرحمن على خطوة مثل هذه ويقوم بها ولده؟ إنه رجل حرب مجرب، أفيعقل أن يرمي بابنه الثاني في محاولة ميؤوس من نجاحها؟ في الواقع أيها الحارس، قد استبعدت هذا الأمر للوهلة الأولى مثلك تماما، ولكني بعد تفكر وتبصر في هذا الأمر صدقته، لأني أعرف رجال عبد الرحمن، إنهم قوم شجعان لا يخافون الموت وركوب المخاطر. والمطلوب أيها القائد؟ نعمل جميعا يدا واحدة وليل نهار في سبيل القبض على ذلك المغامر، وكل من يعثر عليه سيصبح ذا حظوة لدى الحاكم الأرقش، ستعلو مرتبته وستكبر منزلته. انتهى كل شيء، فإلى العمل. ما رأيك يا حارث فيما سمعناه؟ مجال البحث في هذا الموضوع ليس هنا، الليلة نتكلم في ذلك يا دباس، فلا تنسى موعدنا في المنتدى.